السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيد المرجان في مكان، نحيي احبابنا في مكانه. احنا في ولاد مراح بسيدي حجاج قريب الصطات، واللي ما عرفش قريب الصطات من جا جا في المملكة المغربية، الخيرات تاع الطليق ولحم الراس. كبدة بعت يا جملة سي مشعل، باعوا هذاك الشيء جملة والكبدة قاعد من الراس والكرشة. وشحال بعت يا الخيرات؟ بخير عرفتي بشحال عرفتي؟ 70000. اوه اي والله، تنبيعوا في العراسي بالف بالف ريال، بالف ريال العراس. واللي بغى تقالي وحده؟ لا ما كايناش، كل شيء على راسي. لا الف الف قال لك هو ما كايناش، كل شيء الكبده والكرشه والراس، حاجه ما كاينه عند الجزار. الجزار اللي محلق. فاش محلق الجزار؟ الجزار محلق الحمام قيوم عليه ب 8700. لا شاف هو 72000 كيفاش قرب ديالها؟ اما الله تعالى يسلكك الله تعالى. الكبده اللي بغاها وحده شحال؟ 2800. هي انا قطاطي ياس ورا قطاطي مرات قطاطي. شوف هي هي وهاد القريه اللي بغاها وحده وحده 800 كما قال خونا السميدري. وهاد الراس وحده 1200. شي تعلموا الدنديه وانا شنو نسيت؟ لا تقلق. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شي داير اسي بخير؟ الله يبارك لك. شوف شحال بعتيها الخيرات؟ شنو هو خويا؟ تقال لي بشحال بعتيها؟ تقال لي كنبيع بها ب 700 ولكن صحابي كنبيع لهم ب 600. ولحم الراس؟ عبد الرحيم لحم الراس لحم الراس كنبيع به ب 700. ودرت لك وين وين؟ اش درت؟ ما درتش درت كم صارم. شوف 2500 بيت. 2500 ومخلطه شحال؟ مخلطه 80 درهم. شحال بعتي الخيرات صاحبي؟ هذه 50 درهم. 50 درهم كيلو؟ وحده 50 درهم. مخلطه ولا وحدها؟ لا وحده، مخلطه 30 درهم. 30 درهم ولحم الراس؟ 40 درهم. ماشي حاجه مليحه، ماشي حاجه مليحه بصح. ما عندي مرقود. لا رفيعه تبارك الله. تبرع نسيبها خذي لي من هذه. الله يرضي عليك. ما ترضي عليك تمشي. راجل مخير قول لي يا صاحبي. علاش الكبده اليوم ما عندكمش؟ الكبده غاليه كيديو الجمال الكازا. شحال تيديو عندكم؟ 500 2400. باش بعتوها اليوم؟ 2400 باش بعت. 2400. المخ 50 درهم. المخ 50 درهم والكرعين؟ الكرعين 4000 5000 على حسب. واخا الكرعين طايحين انتم؟ لا حاجه كل حاجه وثمنها مليح الثمن. ياك. الله يصدق لك، الله يسهل لك، يا ربي يسهل لك. قال لي هذا الراجل الحقيقة وأنا مول الدعوة يدعي معاك وصافي. سلعة مليحة بدر. ما عندي ما نقول، ما عندي ما نقول. أنتم عندكم ما عندي ما نسال، ما عندي ما نسال. علاش ما بعتيش الكبدة الجملة؟ الكبدة عطوني فيها 23 24 قلنا لهم 2600 2600 ما عطاوهاش. والمخ شحال عطاو فيه؟ 150 درهم. واش تنبيعو؟ وهاد التقالية بشحال؟ 600 ريال حراسية. 600 بوحدة ب 1000 ريال حرفية. وحدة حرفية؟ حرفية مخلطة؟ مخلطة 700. عراسية عرفتي شنو فيها؟ عراسية عراسية كبدة وراس 1200. 1200؟ 1200. علاش؟ 12 الغلا كاين بزاف. هذا 48 قد جوج. 38. 38. كل راس غلي تاع عجل ولا ضروبه؟ ضروبه مليحه. ضروبه مليحه، العجل يكون راسو زين. هذيك الضروبه مع الجنين. هذيك الدور عاد ليه قلت عاد يتمني البقرات وانت واش داير هنا؟ سعدنا. والراس كي داير عندكم؟ انا الراس تاعنا انا الراس. لا باقي هكا يهرسي. الراس بيا ديال ضروبه. ياك. لحم الراس. لحم الراس 40 درهم بالشتاء. 40 درهم بالشتاء تبيع؟ وهاد القرية بشحال؟ شحال؟ 30 درهم 600 ريال. هي والرجال مخلطة ولا حرفية ولا مخلطة شوية؟ ها؟ مخلطة شوية. مخلطة معها الرجال مع شوية الرجال مع شوية الناس. أييه. وتا الراس؟ الراس مع شوية ديال المجنة شوية ديال البورو. أييه. شحال بعتيه؟ 40 درهم.
واللي بغاه وحده شحال؟ 50 درهم. 50 درهم. والتقنية اللي بغاها وحده شحال؟ 40 درهم. كم تعني سمعت كم شنو؟ بشحال 2400. الله يسهل عليك. اسمح لي طيب هذا راه يشد لي السالة يا دري. الله يحفظك الله يحفظك. شحال الخيرات؟ 600 دري يا اخويا. 600 باش بعد 600 باش كنبيعو. وهاد القشاويش ولا 600 دري. 600 دري داير 20 درهم جملة. والحبر بشحال تبيعوها؟ 800 دري. 800 دري. 800 دري. 800 دري. شت الحبر كما بانت لي عاد. بعناها كان عندي شكولا ولا بعتها. واللي بغى شي حاجه تفصل وتعطي. تفصل وتعطي 100 دريال شي حاجه زوينه. هذا الرجل كاين في خميس ولاد مراحب سيدي حجاج قليل مسطات. واللي ما عرفش قليل مسطات كما قلنا كاين في المملكه المغربيه. 600 دريال. 600 كيلو. الحبره تاعته شحال؟ 79. شحال كنت تهدي الهبرة؟ نعم؟ الهبرة بشحال؟ 900 درهم. مشيتي 800؟ 900 850 800. 800 على حساب السوق لا كان بيع تبيع ب 900 ما كانش البيع تبيع دار 700 لا؟ ياك يا ربي يسهل عليك. سرجال اللحم تبيعي ب 600 ماشي 560 بحال 600 سوق زيد شويه. ها؟ سوق زيد شويه. طالع السوق زي هنا سير يلا عسي سير نقيطي هذا الخيرات كاينه تاعت بيبي في سيدي حجاج في ولاد مراح شحال سمية صح حيدي ديك على هادي حيدي لك على ما تبقاش حطوا يديكم على اللحم. اسمع اش تيقولوا لك كلام الحق هادو قالوا لك ما عندي. 900 ها 900 دريال هذا. من واش ليك ديال القرب؟ ديال القرب هذا. هذيك الكراسي الهبره شحال بعتوها؟ 900 900 شحال؟ 600 600 قشاوش. شحال قلتي تتبيع الحبر؟ 600 درهم. الهبرة بشحال تتبيع؟ الهبرة ب 800 درهم. والقشاوش بشحال؟ الله يرحم الوالدين 800 ولا 600 تما 800 الفراش ياكل منه واحد غرام كيشرب في الناصه والو تكون عندك ديك الصوصه الكبيره اللي كتاكل الدجاج حام المراه جات عندك كيلو حسن ماشي مشكل. هذا الرجل كاين في ولاد مراحب سيدي حجاج الخيرات تاعت بيبي شحال بعتوا هاد الخيرات؟ 600 وزيتوني. وهاد الهبرة بشحال بعتيها؟ الهبرة بعناها 40 درهم. 40 درهم؟ 800. وعليكم السلام. أهلا أهلا أهلا. السيد زين علي. أيا هذا مرحبا. هذا راه السيد عبد الغني مول قناة السوق المواشي صديق تاعي وسناد تاعنا وعزيز علينا وخونا. وين تحية لكاع المتتبعين ديال قناة الزيتوني مرجان فين ما كانوا. وتا قناتك تاهية تا قناتك. درية في المغرب ولا خارج المغرب. وتا تقلدني انت دري درية راجل راه. الله يحفظك الزيتوني الله يسخر لك كمل مع السيدي. الله يحفظك صاحبنا هذا خونا 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 ماشي صغير صاحبنا هذا السيد عبد الغني من سوق المواشي راه ماشي غير صاحبنا راه اكثر من خونا الله اعلم علينا الحق والله تيطالع بكل شيء. هذا الراجل مخير هنايا في سيدي حجاج خميس ولاد مراح الخيرات وقلت لي الهبره بعتيها ب 800 درهم واللحم بيبي 600 وله اليوم صبحتوا زايدين على الثلاث كان 560 نهار الثلاث. حيت اليوم خدنا بيبي 410. اليوم خدتوا الغلا. خدنا شويه الغلا. خدت
كنتي ب 400 قال 10 اخي البركه هذا من خويا زيده عطانا عطانا هذا السيد المعلومات بشحال خاد وبشحال تيبيع وبشحال تيتقام تقريبا شد عليك الزير ليش ما خديتي على 120 كونسور دي من 120 بحال 510 باش تقام لك 510 الزير راه عينور شد عليك شد عليك درهم راه شي مخيه والقشاوش بشحال بعتيهم كساوش بعناهم تما ب 600 درهم 600 درهم الله يسهل لك يا درواش شد عليك الزير راه خود راه خود كاع خود وين ما كنتي واخا تكون في امريكا مسلم راك خود ماشي حمل والو شحال بعتي يا صاحبي؟ ها؟ شحال 260 13 درهم 260 باش تبيع هذا السيد